وموعدنا ان شاء الله يوم 7 سبتمبر. من ترسل لكاع الشعب 1 2 3 بدا الجيري. يوم 7 سبتمبر يا جماعه باش يكونوا حاضرين بقوه، يا يكونوا حاضرين بقوه. يوم 7 اضربوا لنا التصفيقه حزايا. يوم 7 سبتمبر. الحمد لله اليوم كما راكم تشوفون لنا نوعوا الشعب ونحسوه باهميه يعني الحضور القوي يوم 7 سبتمبر ان شاء الله يوم الانتخابات، وان شاء الله باش يعني الجزائر تاعنا تكون يعني وكاع اللي عنده بطاقه انتخاب يروح ان شاء الله يوم 7 سبتمبر ويبدي يعني بالصوت تاعه. يوم 7 سبتمبر وهو يوم الانتخابات. يوم 7 سبتمبر ان شاء الله كونوا حاضرين بقوه، تحسيس المواطنين بهذا الواجب الوطني المقدس، الانتخابات الرئاسيه. الكل يعرف بان الجزائر مستهدفه اليوم. لسان الرياضي، لسان المجاهدين، ابن عبد الكريم كروم لاعب فريق جبهه التحرير الوطني، ابن قدور بخلوفي، مجاهدين فوسي مولاي الطيب بن شيح النصر، ان شاء الله باش كونوا حاضرين يوم 7 سبتمبر. أحب وطني من أجل أمن واستقرار هذا الوطن، والحمد لله البلاد فيها رجال وإحنا رانا مع الرجال. تحية البلاد 1 2 3 فيفا لالجيري. تحية الجزائر. من الرياضيين، من الشعب الجزائري، من الرياضيين ثاني باش يجوا كاع معنا إن شاء الله ويروحوا يوعوا الناس الآخرين باش الناس تروح تفوطي. الحمد لله اليوم جينا عند جمعية الراديوز باش شاهدوا الشبان اللي راهم قايمين بهذه المبادره تاع في كره القدم. وبمناسبه 7 سبتمبر ان شاء الله يكون كما قالنا الشيخ تاعنا ورئيس الجمعيه يكونوا زعما يوم 7 سبتمبر يكونوا الشعب مقوه في اليوم الانتخابي. و7 سبتمبر هو عرس للدوله الجزائريه، وان شاء الله الشعب يكون بقوه ان شاء الله في يوم الانتخابات باذن الله. واجب وطني وعرس في هذا عرس ان شاء الله نحضروا بقوه، والرياضيين كاع ان شاء الله نتلاقوا 7 سبتمبر. اليوم هذا 7 سبتمبر هو عرس كبير تاع الجزائر، هي باش نروحوا نفوتوا. الاسم الوطني هما الاولى اللي يروحوا يديروا الواجب الوطني، هذا واجب وطني نفوت. 7 سبتمبر ان شاء الله نكونوا بقوه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يوم 7 سبتمبر الواجب الوطني يجب على الشعب الجزائري ينتخب في هذا البلد العظيم، مليون ونصف شهيد، ان شاء الله نكونوا بقوه حاضرين يوم 7 سبتمبر. ان شاء الله كاع نبغيكم تفوتوا، احنا نبغوا بلادنا كاع اليوم 7 سبتمبر، لما تنسوش 7 سبتمبر. اي تحيه للجزائر. باسم المنظمه الوطنيه للمجتمع المدني ودلائل الخير، نتمنى للبلاد الامن والاستقرار، والامن والاستقرار بفضل الذهاب الى صندوق اقتراع يوم 7 سبتمبر. يعني يوم 7 سبتمبر نكون بقوه، انتظرونا نحن قادمون. يعني صندوق الشفاف سينطق بنعم للجزائر الحبيبه، كلنا يعني الجزائر الحبيبه، الله يبارك ويزيد. هنيئا هنيئا، الف مبروك، الله ولي التوفيق. سلام. شكرا. هي والله رسالة يعني للرياضيين، كل الرياضيين، يعني كلنا يوم 7 سبتمبر يعني نكون بقوة، يعني صناديق يعني الانتخابات، صندوق الشفاف سينطق بنعم. يعني احنا نتمنوا ان العائلة الفنية الجزائرية كلها يعني تروح تصوت للمترشح اللي يبغيه،
ولكن يروح يصوت، على الاقل يروح يصوت. ونعاود ناكدها باللي الجزائر محتاجه الى ابنائها. انا قلت انا هذه الانتخابات هو عرس، ماهوش غير انتخاب، لانه الجزائر الان تتربص اليها جميع القوى المجاوره. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.